يتطلع هذا الشعب إلى أن هذا العالم إذا قال كلمة عن ظلم في البحرين يكون أن يكون جادا في هذه الكلمة ولا يعطي إشارات ولا يعطي إشارات أخرى تخفف من وقعها. ويرفض هذا الشعب كل الرفض تدخل الآلة العسكرية الخارجية باسم إنقاذ الشعب نفسه. أما الحكومة هنا فقد اتخذت اتجاها معاكسا لهذا الاتجاه واستجلبت الجيوش لضرب الشعب. أما الأسف الذي يستدعي الأسف فأن يصاب من يصاب بلون من خيبة الأمل ويأسف لأن بدا على الموقف الأمريكي والغربي تراجع أولي بدرجة ما عن تقديم الضربة العسكرية لبلد مسلم يخاف على أهله كلهم منها وعلى عموم المنطقة على الحل السلمي الخاضع للتفاوض للأزمة المؤلمة والكارثة المدمرة التي وقع فيها هذا البلد. وصدور هذا البيان شهادة عالمية صارخة بتردي الملف الحقوقي في هذا البلد وأنه يعاني من هبوط حاد وأزمة كارثية تذيق المواطنين طعما مرا لا يذاق وتجعل حياتهم من حياة الجحيم. ويأتي هذا وتأتي هذه الشهادة بعد الجهود الحثيثة المضاعفة للتشكيلات الحقوقية الرسمية المناصرة للحكومة وشراء شركات العلاقات العامة الملمعة لصورة السلطة في الخارج والوفود الضخمة المدافعة عنها في الأوساط والمحافل الدولية. أما العلاج لهذه الأزمة وخروج الشعب من المحنة الحقوقية فلن يتم في يوم من الأيام وإن طال الزمان في غياب الإصلاح السياسي الجدي الذي ينهي حالة الفساد ويسد منافذ التدهور في كل الوضع الوطني ويعيد للشعب حقه في حكم نفسه من خلال مرجعيته في اختيار السلطات. جمعية لا تخطو خطوة ولا تقدم على مشروع ولا تزور أحدا ولا يزورها أحد ولا يكون لها لقاء مع أي طرف إلا بإذن يحتاج إلى طلب ومدة للنظر فيه من قبل السلطة وبشرط حضور طرف شاهد من قبلها يحصي على الجمعية كل كلمة ويراقب كل إشارة ويدقق في لمحات العيون ليضمن أن يأتي كل شيء حسب رأي السلطة وذوقها وتقديرها وتوقيتها الذي تراه مناسبا ووفق هوى سياستها وما يرضيها. ماذا تسميها؟ جمعية موالاة أو معارضة؟ هذه القوانين والقرارات السالبة للحرية المكبلة للجمعيات السياسية تقول بلغة عملية أبلغ من لغة القول بأنه لا مكان لأي جمعية معارضة وعلى الصوت المعارض أن يختفي تماما. وأكثر من ذلك أن عليكم أن تكونوا كلكم موالاة وإن نالكم من الظلم ما نالكم وسلبتم كل حقوق المواطنة وأن تكونوا رغم كل شيء ذيولا ومناصرين للسياسة القائمة.